GFX Academy. الالاين. الالاين أداة بتعمل لي محاذاة بين العناصر بعضها داخل فلاش بدقة عالية أوي. أنا مهما كنت أو مهما كانت عيني كويسة، أنا لو عملت كده الأوبجكتات عشان أجيبها بالظبط على اليمين من بعضها هتكون صعبة أوي. أو لو عملت محاذاة مثلا على الفوق بالظبط كده هتكون صعبة، بالذات لو أنا قافل السناب تولز. تمام، هنا بيظهر لي خط ماشي، بس لازم أنا عايز احتاج في فترة، يعني لو جيت ضغطت كده معايا وطلعت فوق شوية بالراحة كده تلاقي خط هو عامل لك كله في حيزة واحد. بس أنا في حاجات كتير، في أوقات كتير بحتاج على أحسن من كده، حاجات تكون كلها على بعضها أو متجزأة. إزاي؟ خلينا أكلمك بقى عملي شوية. عندك شوية أجزاء أو شوية أوبجكتات زي كده، عايز أخلي كل ده على اليمين أو على الشمال أو على أو في النص أو الكلام ده كله. عندك الألاين من ويندو، بتفتح الألاين من هنا أو كنترول كي، ولو لو تشتغل على ماك يبقى كوماند كي. بتنزل لك هنا، خلينا نشيل دي خالص، شلت الألاين خالص، هجيبها من هنا، تنزل لك كده مثلا أو منفصلة بالشكل ده، أنت بتاخدها كده وتروح مدخلها جوه. أوكي، خليها أول واحدة. تمام، يبقى ده الألاين بتاعك. عندك جميع المحاذاة. يعني دلوقتي أنا لو علمت عليهم كلهم بالشكل ده وجيت قلت له هزيلي على الايدج اللي على الليفت، يعني انا عايز دلوقتي اقول لك على حاجه ثانيه واحده عشان تبقى واضحه. هنا مثلا في ايدج، اوكي، في ايدج هنا كأن دي ليها اتنين، حافة هنا وحافة هنا، ده المحتوى بتاعها، وحافة فوق وحافة تحت، يبقى دي ليها تلات حواف، حافة يمين وحافة حافة يمين وحافة شمال وحافة فوق وحافة تحت. أنا عايز أخلي كل ده يجيلي على الحافة الشمال دي. فأنا لو جيت مثلا قلت له ده خليني بالألاين ليفت، اروح جايب لي كل الاوبجكتات على اخر حافه على اللفت. ارجع تاني قلت له نفس الحكايه الاين رايت ايدج، هيجيب لي كل الاوبجكتات فين؟ اخر واحده على اليمين، يبقى هو حذالي كله بخط واحد. جميل. طيب لو عملت بقى هوريزونتال سنتر، دي النص بينهم، دي اللي على الشمال ودي اللي على اليمين ودي في النص، هيجيب لي كل، هيسنتر لي المسافة بين، شوف بقى المسافة من هنا مثلا والمسافة دي كمان، وياخد لي المسافة اللي في النص بينهم مثلا دي، وهيقرب لي كل ده، كل اللي هنا ده هيجيبه في النص بالظبط، وكل اللي هنا ده هيجيبه لي في النص بالظبط. تعال نجرب كده، الاين في النص، جابهم لي كلهم في النص. طيب خليني بقى اوريني بقى الالاين توب، في توب كمان كله هيروح على الفوق، في تحت كله هيروح على تحت، في النص هيكون في ايه؟ مسافة الرأسية الفيريكال سنتر، برضو هيكون بالظبط هنا، ده الحافة اللي فوق وده الحافة اللي تحت، هيسنطر لي بينهم بالظبط وهيجيبهم لي كلهم على الخط ده مثلا. تعال نجرب، لو مجرد ما ضغطت كده كله جه في النص بالظبط من المسافة من أعلى حافة
لآخر حافة تحت، يقوم لي في النص. عندي الأوبجكتات بالشكل ده، هقول له مثلا الأوبشنات دي إيه هي الأوبشنات دي؟ خليني دلوقتي هقول لك دي حالا دلوقتي. الماتش ويدث، يعني مثلا لو عندي واحدة زي دي كده ورحت جاي مكبرها شوية، أوكي، وجيت علمت على كل ده أو على اتنين بالشكل ده كده، قلت له ماتش سايز، تمام. الماتش ويدث ده بيخلي الاتنين نفس الويدث، يعني دي الويدث بتاعها قد ايه، راح اعمل لي دي الويدث بتاعها نفس دي، اوكي. يعني افهم من كده ان هو بيخلي الصغير كبير، ما بيخليش الكبير صغير، يعني بيكبر الصغير على الكبير. طيب ماتش او ماتش هايت خلاني نفس الطريقة. طب ماتش الاتنين مع بعض، خلي لي دي قد دي بالظبط. دي بيوفر معاك قوي في الجهد في الشغل. طيب تعالى بقى على كل ده، لو قلنا عليه هات لي، بقول لك السبيس هوريزونتال يعني ايه. تعال ندوس، ضغط هتبان لك قوي دلوقتي. لما اكون دي وظيفتها، لما تكون انت حاطط اوبجكتات جنب بعض وعايز تعمل بينهم المسافات موحدة، يعني المسافة اللي بين ده قد ده هو ده قد ده قد ده، بروح ضاغط واقول له ماتش هوريزونتال الافقي، هيروح جاي موزع لك العناصر كلها، المسافات البيانية بينها بين كل واحدة واحدة قد المسافة البيانية بالتانية. هرجع تاني، تعالى على الفيريكال الرأسي نفس الحكاية. لو جيت عملت كده قلت له فيريكال بيخلي لي ايه مسافات الفيريكال قد بعض، على خليهم مثلا كلهم كده على بعض على الرايت، وبعدين تعالى على الفيريكال بتضغط بتلاقي كل ده المسافة دي قد دي بالظبط قد دي بالظبط قد دي بالظبط، اوكي. طيب يبقى ده الجزء ده عرفناه، الجزء اللي فوق عرفناه. تعالى بقى نشوف ايه هو الديستريبيوت. خليني اعمل اوبجكتات بالشكل ده واعلم على كله، اقول له في الايميل واقول له مثلا هات لي الديستريبيوت بتاعتك على التوب ايدج، بضغط بيعمل لك افكت، يعني بيحاول يعني انا عن نفسي، انا عن نفسي ما بشتغلش بيها كتير. توب ميدل بوتوم اسفل ليفت ايه رايت هوريزونتال سنتر او الهوريزونتال والفيرتيكال، يبقى الاثنين، يبقى ده كل ده ما بتستخدموش كتير بس هو بيظبط لك الاوبجكتات بتاعتك. اكتر حاجه بتستخدمها هما اللي فوق دول واللي تحت دول. طيب لو جيت عملت تشيك على الالاين تو ستيج، يعني هيخلي لك الاوبجكتات دي ليها علاقه بينها وبين مساحه العمل. يعني لو جيت عملت تشيك وجيت عملت كده من غير التشيك دي كان كله بيروح على اليمين، لا دلوقتي هيروح فين؟ على يمين الاستيج. نفس الحكايه على شمال الاستيج، نفس الحكايه في النص فوق تحت في النص الاستيج بالظبط، وبرضو ماتش ويتس. لو انا جيت عملت كده وجيت ضغطت كده على ايه، خليها في النص، عملها لي كلها على الويتس. لو انا جيت عملت له الاين بالظبط هلاقيه
قد الودز كله، المساحة العمل كلها. اتش هايت الستيج الهايت بتاعه كله، طيب هايت اند ويدث سنتر نص، بس تلاقي واخد الهايت والويدث بتاع الستيج كله، وده بينفعك قوي لما تيجي تعمل باك جراوند كويكلي يعني بسرعة، بينفعك في الكلام ده كله. تعالى كل ده واختار لي الفيريكال، بلاقي لك عمل لك الاوبجكتات على الويدث كله، على الهايت بتاعه كله. لو جيت عملت الهوريزونتال بيعمل لك الحاجات دي كلها على الويدث بتاع مساحة العمل بتاعتي. نعمل كده، بعدين اقطع عليهم كلهم واروح اعمل كده، يوزع لك الاوبجكتات على مساحة العمل بتاعتك. طبعا شايف هنا بخلاف تدرجي تحت، بالشكل ده. عموما انا ما بستخدمش الحاجات دي، انت بس ايه المعرفة تعرفها هي بتعمل ايه، اهم حاجة اللي فوق واللي تحت. ودي حاجة كانت مهمة جدا جدا داخل الالاين في الفلاش، ودي حاجة دي بنستخدمها كتير جدا جدا داخل الشغل بتاعنا، سواء كنت ويب او كرتون او اي ابلكيشن او اي حاجة داخل الفلاش بتستخدمها كتير. اعرفها كويس، طبق عليها كتير، واعمل اوبجكتات وابدأ اشتغل عليها. السلام عليكم.